السلام خوش المغاربه. اليوم احنا متواجدين في السوق ديال مولاي عبد الله، ان شاء الله نشوفوا الاثمنه ديال الحولي. اليوم الاربعاء 12/2024. شكرا الله. السلام عليكم. كل مره شحال مبروك اخويا؟ 40. بالنسبه للمبروك هذا 40. وبالنسبه هذا اخويا المبروك هذا شحال الثمن؟ 76000 ريال. عشان بقول شوفوا خوش المغاربة هذا كيقول فيه 46 ب 76. ما تنساوش خلينا الرأي ديالكم اخوتي التعليق. السلام عليكم. العمو بشحال اخويا الماز؟ هو هذاك اللي ليه بشحال اخويا الثمن ديال الماز؟ 49. عطاو اخويا هاد الثلاثة هادو، هذاك وهذاك وهذاك. 46000 ريال. سي كيقول 46000 2800 درهم. مش مانا شحال اخويا مبروك هذا اخي؟ هذا؟ 100 100. هذا كيقول 5000 درهم 100. نشوفوا معانا ان شاء الله. البليد اخويا زاير ولا نخيران؟ بالقاسم. بالقاسم. بالنسبه للثمن كلهم بحال بحال 5000 درهم. هذا شحال اخويا هذا؟ شحال مبروك اخويا؟ 110 110 هذا كيقول 110 هذا 5000 درهم. سوق مولاي عبد الله. عيط لي عيط. مرضي؟ طلع طلع ابوك. هذا يقول 110 كيما كتشوف معنا خوتي 110. ما تصورناش شحال هذا. ما شاء الله. ما تصورش الراجل. ما تصورش الراجل. ما تصورش الراجل ما تخمش. كاين هاد الزخروف كيما شفتو معنا ما شاء الله. شحال الثمن اخويا؟ عطينا 42 الوحده. عطيه 42 عطينا. 2200 درهم. الوحده هكا. بس خرا خير. بالنسبه اخويا الثمن ديال الخروفه؟ 45. 45 ريال. 2250 درهم. بالنسبة للثمن اخويا الخريفاش ها؟ بغينا فيهم 70. جوج 70. 70. قال فيهم 70 70 ريال. سوق مولاي عبد الله. كاين شي هاد الحوال هادو كيما شفتو معنا سوق مولاي عبد الله. شوف هاد الحوال خوش المغاربة. بالنسبة للثمن اخويا شحال؟ عطاهم مليون و15 جوج. مليون و15 جوج. قلت تقريبا 5000 درهم لواحد وكثر من 5000 درهم لواحد. كما شفتوا معنا عطاو مليون و15 بهم جوج. عسى واحد 105. بس خير اخي. كما شفتوا معنا الحولي ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخويا؟ خويا عطاو 96. كما شفتوا معنا 96 5000 درهم اقل من 200 درهم. بس خير اخي. تصور راه شحال. كما شفتوا معنا هذا المبروك ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخويا؟ الثمن عطينا 86. 86 ريال. بس قرا بالنسبه هادو هذا طول فيه التسعينات الجزائر ولا بن خيران بكاله هادو ديال بكاله سوق مولاي عبد الله. بس قرا خي طما يسال الله ما من الله. مشوا معنا الخير ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخويا مبروك هذا الكبير فيهم كبير حتى ما شحال ثاني اخي. بس سوا بس مرحبا. مشوا معنا مبروك واش مغاربه. بالنسبه للثمن اخي او 90 يقول 90 4500 درهم. مسبا خير مبروك هذا 4000 درهم. هذا يقول 4000 درهم. مسبا المبروك اخي شحال كيبقى اخر شيء اخي الحولي هذا؟ اخي ما عطاونيش. شحال عطاوك؟ ما عطاوكش مازال ما عرفتش الثمن. الله بقى على الله يقول بقى على الله. بالنسبة لديه سمالة بالنسبة للثمن 110 10000 درهم من 5000 درهم 500 حتى 6000 درهم 5500 درهم هو الشيء اللي كيقول سبعة مليحة. بس خير مشوا معنا خوتي المغاربة عشاني احنا مازال باقي في السوق متواجدين في السوق ديال مولاي عبد الله. بالنسبة خويا الثمن لا بالنسبة للثمن عطاونا 120. عطاوك 120 شحال باغي تبيع؟ 140. قال فيهم 7000 درهم يا رب. هانتوما خليونا نرعيكم اخوتي احنا مازال في السوق في مغاربه. بالنسبه للثمن اخويا الخروفه؟ عاوني 46. 46 شحال باغي تبيع؟ 50. 56 ريال. عاوني شو مال هذا المبروك هذا ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخويا؟ قول لي باغي تعيد ما قلت له هنا. الثمن قول لي الثمن شحال الثمن؟ 80 80 80 ثمن البيع 4000 درهم. صافي حنينه وطاب. بس خير اخير. بالنسبة خويا البليده اش من خنيفره ديال خنيفره اخوتي هذا ما شاء الله.
سوق مولاي عبد الله. سلام. بالنسبه للثمن خويا 120 ثمن واحد كما شفتوا معنا 120 6000 درهم. بالنسبه لهذا خويا تما ثمن 6000 درهم هذو كاملين عندهم 6000 درهم ديال خنيقه ما يسقر اخي. بالنسبه ما شاء الله ديال البروج سوق مولاي عبد الله بسلام. بالنسبه للثمن خويا البيع كل حاجه وثمن ملين ثاني خويا بالنسبه كيف الثمن ثاني 110 حتى 140 مش مال الثمن من 110 حتى 140 السلعه ديال البروج بسوق سلا مولاي عبد الله الله يسخر اخي. هانتوما خوتي ديال بني خيران السلعه ديال بني خيران بسوق مولاي عبد الله بسلا. بالنسبه خويا الثمن 170 الثمن واحد الثمن واحد كامل 170 بروموسيون مشو معنا قال لك بروموسيون الثمن واحد 170 ابريل السلعه ديال بني خيران ياك اخو الله يسخر اخي. محمد بلوك محمد بلوك الله يسخر اخويا محمد بلوك 100 كيما شتو معنا اخويا كاين المليح وكاين الثمن. بالنسبه للثمن اخويا هذا 92 مازال سوق مولاي عبد الله 92 اش من سلاح اخويا ديال بني خيران ولا سلاح؟ العامل سلاح ديال سلاح اخويا 92 90 عقيل 92 ياك 92 اخويا لا عطوني في 92 92 شحال باغي شحال البيع ثمن البيع اخي؟ قلت لهم 100 كيقول ثمن البيع 5000 درهم 100 وهذا اخويا 100 100 100 عطوني 90 فهد الله يسخر اخويا خلاص وربو هذوك انا مشو معنا المليح كاين المليح. بالنسبه للثمن انا عموم عطوني 120 او 120 كيقول عطاو 120 بالنسبه هو شحال ثمن البيع شحال تعرفين شحال 130 عارفين 130 مشو معنا شحال الحليب طال فيه تقريبا نقول 6000 درهم و500 6000 و500 وبالنسبه خويا هذا خروفاج هذو ياك خروفاج بالنسبه للخروفاج اخي تالين 52 52 ابريل الله يسخر اخي مشو معنا الاخوان اخوات بالنسبه للثمن اخويا 84 قالوا 84 بالنسبه للبيع تيقولوا 86 86 هذا شو مال حسابك ياك؟ تشاب نسبه تعرفهم الثمن واحد؟ لا يسخر اخي لا يسخر الراجل هو حسن عنده واحد الخريفاش لا كون عندي بالنسبه للخريفاش اخويا 52 تعرفهم 42 52 اخويا تعرفهم 52 34 لا يسخر اخي خوتهم بعنا خوتهم ب 56 قال لك بعنا خوتهم ب 56 وبالنسبه لهذوك شحال تعرف فيهم؟ شحال باغي فيهم؟ هادو ناقصين شويه على الاخرين شحال باغي فيهم؟ 48 البيع ديالهم كيقول فيهم 48 لا يسخر اخي بالنسبه خويا هذا المبروك هذا؟ هذا 60 ابريل 60 درهم بالنسبة للآخرين أخويا؟ 86 آخرين 86 ياك؟ 84 درهم واش قيمة 4400 درهم 4200 درهم كاين السيد هذا عند الخريفات ها هما بالنسبة خويا الثمن شحال باغي فيهم؟ 46 آخر فيتاس ديالك 46 آخر ثمن 2300 درهم ياك 46 ياك لا يسخر أخويا مرحبا هو مرحبا مرحبا المليح ما شاء الله خير المليح ما شاء الله نسبة الثمن اخويا المرضي عاطيني 110 110 باقي نسخن شحال باغي اخي اخر الثمن اخي الثمن 120 115 لا يسخر اخي لا يسخر الخروفة تاع الحساب قلت خريفة صغيرة خروفة اخويا 26 نبيعوها سارينا ب 30 نبيعوها ب 26 26 ابريل واش اللهم لا خطية ولا خطية لا يسخر اخي لا يسخر شوف هاي المبروك ما شاء الله بالنسبة للثمن اللي بيع خويا ديال هذا 110 آخر ثمن لا آخر ثمن شحال طالب باغي فيه على الأقل 116 آخر ثمن باغي فيه أعطيني 110 أشري فيه الله يسخر أخي بالنسبة لخويا المبروك شحال 72 أخويا 72 عارفين مولاه 72 ابريل السلام خويا المرضي شحال اخويا هذا المبروك هذا شحال عطاوك؟ 100 شحال باغي يبيع؟
شحال طالب فيه باش واش 160 قيس الطرف هاي 140 وقعت لي بالنسبه هذا تطبق فيه 130 فيه السعر 500 درهم هذا شويه عالي هذا 160 ريال السعر ديال الزاير ما شاء الله بالنسبه للثمن اخويا المرضي كنقول 76 76 فيه بالنسبه لك اخويا ثم على حسابك 100 الثمن 76 ما شاء الله بالنسبه للملاح راه كاين 78 اصاحبي هما كلهم 78 قال 76 فريال ما شاء الله السلعه ديال زايره اخويا تبارك الله الله يسخر اخويا ما شاء الله شري نبيع لك يلا وهذه هذا يلا شري شو ما شاء الله لا ذكر بيعي بالنسبه للملاح كاين في هذا السوق بالنسبه للثمن اخويا خويا عطوني 90 قال عطاو 90 فريال اش من السلعه ديال بني خير ديال زاير السلعه ديال زاير اخويا سنان الحليب انا باش نبط الحليبانك باش يبان مزيان انا تصور الله يسالك ولاد واش ما شاء الله شحال الثمن الاخر ديال البيع اخويا خويا قلنا 100 100 ما عطاوهاش لينا 100 5000 درهم اه تنطلبوا فيه 90 عادي الله يسخر اخي صاحبك ما تصورناش معاه المليح بسم الله المليح كاين بالنسبه للثمن العموم 120 120 فري الله يسخر اخي ما شاء الله ما شاء الله السلعه ديال زهير ديال زهير اخويا ديال زهير شارينا اخي بالنسبه للثمن اخويا تنقول 90 فري 4500 درهم 90 فري كيقول 90 فري ثمن واحد لا كله ثمن ملي كيبدا الثمن 86 مش ما كاين ديال 86 كاين ديال 96 الله يسخر اخي الله يحفظك مش ما شاء الله اش من سلاح ودين من الزاير ولا ديال الزاير ديال الزاير اييه ما شاء الله ديال الزاير بالنسبه للثمن اخويا الثمن اخويا تنطلبوا 140 140 7000 درهم وكاينه المروه وكاينه السهميه نقول لك بصح الله يحفظك ليا ولك ان شاء الله ثمن واحد هذا 140 ثمن واحد ما شاء الله والجوده بالنسبه للجوده كاين الجوده المليح تبارك الله ما شاء الله وبالنسبه للاخرين اخويا اللي كاين طوندا هذا هو هذا كنطلبوا فيه 100 100 7000 درهم اييه ما شاء الله لا يسخر اخي امين والله ان شاء الله السلام ديال مخوي الزاير بني خيران اطلس خنيفرة دا خنيفرة السلام تواجد خنيفرة سوق مولاي عبد الستار بالنسبة للثمن اخويا 4000 درهم عطيه ثمن واحد عطينا 4000 درهم كنطلبوا 4500 شحال؟ عطينا 4000 درهم ثاني كيقول عطوا 4000 درهم كيقول نطالب في 4500 رجعتي عاوتاني ايوا راه هربنا من البرد ها هو اللي عارف ها هو صاحبي ياك عطيت كلال كلال مشى مشى كلال كاينه كاينه قول اخي ثمن واحد طالب فهمت كلهم ثمن واحد 4500 والله ما تسميش علاش شو 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 سيدي المخوي ديال الزاير ولا بن خيران ولا بن خيران ان شاء الله بالنسبه للثمن العمو الثمن عطاو 110 وشحال اخوك تقول 130 ثمن واحد كامل الثمن واحد حال حال كيقول 130 شحال الثمن ديال المبروك اخويا؟ 94 عندك جوج صافي كاين جوج كاين 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 الخير موجود كاين هذو كامل حساب كذا الثمن البيع خويا كلهم ثمن كل حاجه ثمن مناش كيبدا الثمن في الليل ثاني تقريبا من 68 حتى 94 94 ولا 94 كاين هذا كاين هذا كاين 120 ها هو هذاك 120
هذا شنو ديال 68 اخي؟ 68 شوف شوف السلام اخويا تيرين اخويا فين ودي 68؟ كيجي ديال 68 صاحبك يقول 68 شحال اخويا الثمن البيع؟ قول اخي المرضي شحال الثمن البيع؟ ولا خير مرضي ثمن البيع شحال اخويا ملي كيبدا الثمن ملي ثاني قولها ملي ثاني بعد زعما عطاكم والو اخي ولكن شحال البيع شحال واش فيها اخويا اقدر اقول الله فهمت ها اقدر قول شي ثمن باقي على الله قالك باقي على الله باقي على الله باقي على الله واش قلت ثمن باقي على الله عاد محمد رفقك اخويا قول اخويا ما تحسبش امشي قول اخي شحال قالك باقي على الله قالك على الله باقي ما نمشيش كيفاش ثمن على الله علاش؟ كنا هو الشريف هذا اللي ولا بن خيران ولا خنيفرة تبارك الله مسوخ الثمن بالنسبه للملاح راه كاين الملاح تبارك الله ولكن بالنسبه للثمن اخويا ما قال الله 96 اخويا 96 يقول 96 صح